السلام عليكم. كيف حول الإعلام الغربي الإسلاموفوبيا إلى أسطورة خطيرة؟ وهل تعرض مصطلح الإسلاموفوبيا إلى انتقادات شديدة في الغرب؟ وهل ساعد بعض المسلمين على تعميق فكرة الإسلاموفوبيا بين الناس؟ معكم درويش معوض، وأهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. وبحب أتشكر كثير من كل الإخوة والأخوات اللي اشتركوا معنا في القناة، والإخوة والأخوات اللي لسه ما اشتركوا معنا بيشرفني أن يشتركوا معنا وفعلوا زر الجرس على أساس وصلهم للحلقات القادمة إن شاء الله. وبنقدر إحنا بهذه الطريقة نكبر القناة وننشر فيديوهات أكثر بين الناس ونوصل رسالتنا لكل الناس. بهذه الحلقة يا جماعة بدي أتكلم بطريقة يعني سريعة جدا عن قضية الإسلاموفوبيا. الإسلاموفوبيا يعني ملخصها إنه في بعض الناس بيعتقدوا إنه الإسلام دين إرهابي، وإنه المسلمين ناس إرهابيين، وبيحاولوا إنهم يعني ينشروا بين المجتمعات وبين الناس كراهية والخوف من الإسلام، وإنه يعني الإسلام يعني هدول ناس رجعيين ومش متحضرين ويعني إرهابيين، وصعب جدا إنه إحنا نقدر نعيش مع المسلمين، ولذلك إحنا مش لازم نسمح لهم يجوا على بلادنا. ولو إنه مثلا بعض الدول راحت مثلا وسوت حروب في بلادهم فبيمشي الحال لأنهم بيستاهلوا، وإلى ما ذلك من الحكي هذا. طبعا يعني بدي أعطي فكرة سريعة قبل ما إني يعني مثلا بالمستقبل إن شاء الله رح أسجل حلقات عن الإسلاموفوبيا، لكن في الفكرة السريعة عن الإسلاموفوبيا يا جماعة إنه هذا المصطلح مصطلح عنصري، واللي نشره بعض الناس الحاقدين على الإسلام وعلى ثقافة الإسلام وعلى الدين الإسلامي، وإنه يعني الناس بالمجتمعات أو الناس بالعالم قليل جدا 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 الناس اللي ماخدين هذه الفكرة عن الإسلام. هذه قضية كتير لازم إحنا نفهمها على أساس إنه هذه القضية جماعة بتساعدنا على إنه إحنا نتخلص من قضية الإسلاموفوبيا، ونقدر ندافع عن نفسنا يعني نقدر نبعد الشبهة عن أنفسنا إذا إحنا فهمنا إنه قليل جدا من الناس في العالم بيفكروا إنه إحنا يعني ناس إرهابيين. طبعا إذا إحنا بنعتقد إنه الفكرة هذه فكرة عامة وإنه كتير من الناس بيعتقدوا إنه إحنا يعني عنا إرهاب، فبالتالي إحنا راح يعني نبتعد عن المجتمعات الثانية ومش راح نقدر نتفاعل معها، لأنه إحنا بنظن إنه هذول الناس بيكرهونا، فعشان هيك إحنا كيف بدنا نتفاعل معهم. في الحقيقة إنه مجتمعات العالم ما بتكره مجتمعاتنا الإسلامية وما بتكره مجتمعاتنا العربية، أنا بتكلم عن الناس في المجتمعات. يعني مثلا أنا عشت في مثلا مجتمعات غربية، أنا عشت مثلا في مجتمعات هندوسية، عشت في مجتمعات بوذية. مثلا لما أنا مثلا كنت في المجتمعات الغربية كانوا يسألوني مثلا إيش اسمك، أقول له أنا اسمي درويش، مثلا أنت شو دينك، أقول له مسلم، فقول لي أوكي، يعني ما عنديش مشكلة مع المسلمين ولا عنده مشكلة مع الإسلام. لكن المصطلح هذا يا جماعة اللي أوجد هذا المصطلح ناس عنصريين، ناس مثلا خايفين من الحضارة الإسلامية، خايفين من إنه مثلا إنه يوم من الأيام الحضارة الإسلامية أو المسلمين مثلا يصيروا قوة في العالم، وإنه مثلا يتغلبوا على القوة الغربية. وأنا شرحت في إحدى الفيديوهات السابقة قضية الصدام الحضارات أو صراع الحضارات، وإنه إحنا ما عنا إشي اسمه صراع حضارات ولا عنا إشي اسمه صدام حضارات، إحنا عنا إشي اسمه تعارف بين الناس والتعارف بين الحضارات والتفاعل الإيجابي مع الحضارات. طبعا إلا أنه في ناس يعني بضلهم خايفين من قضية أنه هذول مثلا أمة كبيرة وأنه مسلمين وأنه عندهم دين واحد وعندهم مثلا العرب لغة واحدة، وأنه هذول لو يتحدوا مع بعض ممكن يسووا قوة عالمية، وأنه مثلا يجوا عنا ويعني يأثروا علينا ويضعفوا حضارتنا. هذا طبعا بعض الناس والإعلام خاصة بعض الناس في الإعلام عندهم الفكرة هاي، مش كل الناس. على أساس هيك إحنا لازم نفهم قضية الإسلاموفوبيا. طبعا هذا المصطلح يعني مثل ما حكيت إنه في كتير من الناس بالمجتمعات الغربية أو بكل المجتمعات بيعتقدوا إنه هذا المصطلح هو شكل من أشكال العنصرية. طبعا هذا المصطلح وجدنا ناس كتير في بالمجتمعات الغربية تكلمت عنه، خاصة الباحثين وبالجامعات وبمراكز البحوث، ويسووا أبحاث كتير جدا عن قضية الإسلاموفوبيا، وتوصلوا أخيرا إنه الدين الإسلامي لا فيه إرهاب ومش لازم يخاف منه، وإنه الدين الإسلامي دين يعني متسامح ودين بيقدر يتفاعل مع كل حضارات العالم.
حتى انه في بعض الناس بيقولوا انه في كتير من الدراسات صارت ضد الاسلاموفوبيا في الغرب يعني، وهي انه هذه الدراسات اخذة في التزايد، يعني الدراسات اللي ضد الاسلاموفوبيا اخذة في التزايد في من النواحي الأكاديمية، وبتوثق وبتتحدى العنصرية وبتتحدى التمييز وبتتحدى الخطاب الكراهية لكل المسلمين، سواء المسلمين في الدول العربية أو في الغرب أو المسلمين يعني في كل المجتمعات. في وهناك طبعا في كتب كتيرة وفي يعني مجلدات وفي مجلات وفي دراسات حتى غربية بتقول إنه الإسلاموفوبيا هذه قضية عنصرية وخيالية ومحض افتراض وتقويض للحريات. يعني هم نفسهم الناس بالغرب المثقفين والناس اللي يعني بيفهموا والناس اللي العلميين بيكرهوا قضية الإسلاموفوبيا، مش بس لأنهم بدهم يدافعوا عنها، لا، لأنه هي أصلا قضية عنصرية وهم يعني مجتمعاتهم قائمة على قضايا ضد العنصرية. طبعا هم عم بيدافعوا عنها وبيقولوا انه والله المسلمين يعني ناس ما فيش عندهم يعني ما فيش عندهم ارهاب، وناس يعني عندهم مجتمعاتهم طيبه وبيكونوا اسر وبيعيشوا في اسر يعني، وحتى بيعيشوا في اسر كبيره، العم والخال برضو يعني والقرايب يعني في علاقات اجتماعيه كتير. وطالما يعني هذول الناس عم بيتكلموا عنا بالخير وعم بيجيبوا سيرتنا بالخير، إلا أنه إحنا يعني للأسف الشديد بنلاقي في مثلا بعض الناس في مجتمعاتنا مش عمال يستفيدوا من هذا الواقع الجيد، بل بالعكس أنهم مثلا عمالهم يعني بيتكلموا بالسوء على المجتمعات الغربية، وبيقولك أنهم كفار، وبيقولك أنه إحنا مش لازم نتعامل معاهم، وبيقولك مثلا أنه يعني هدول الناس مش لازم إحنا بدناش إن يكون بيننا وبينهم علاقات، حتى يعني لو حتى علاقات اجتماعية أو فكرية أو مثلا اقتصادية. لكن مثلا هذه الناس لما بتيجي تسألها مثلا بتقول والله ما أحلى هالطائم اللي أنت لابسه، بقول لك آه والله هذا الطائم يعني مصنع في بلاد الكفار، وبتقول له شو هالسيارة الحلوة، بقول لك آه والله جاي من بلاد الكفار، والألم اللي أنت بتكتب فيه جاي من بلاد الكفار، والخلوي والموبايل واللابتوب والأثاث الأدوات المنزلية والأدوات الصحية وكل حاجة بيقول لك جاية من بلاد الكفار، وبعدين بعد كل هذا بيقول لك إحنا مش لازم نتعامل مع بلاد الكفار. طبعا يعني في ناس بالمجتمع عنا عمالهم بيعمقوا قضية الإسلاموفوبيا بين الناس من هذه الطريقة اللي هي يعني بياخذوا كل تجارتهم وبياخذوا كل مثلا التعامل التجاري من يعني من اللي هم بيسموه بلاد الكفار، حتى الأدوية والعلم والتكنولوجيا كلياتها مثلا بياخذوها من هذه المجتمعات الغربية ومجتمعات مثلا يعني مجتمعات الغير عربية والغير إسلامية، وبعدين بالآخر الليل قبل ما ينام بيقعدوا يسبوا على المجتمعات الغربية والمجتمعات الثانية. طبعا لما احنا كنا زمان كنا مثلا كانوا هذا يعني هذا النوع من الناس، في بعض الناس طبعا اللي كان يقول مثلا هدول كفار تغيرت فكرتهم وصار يقول لك مثلا والله احنا عندنا ادب الاختلاف، احنا لازم يكون في عندنا ادب الاختلاف. احنا طبعا الدارسين فكرنا انه قضيه ادب الاختلاف على اساس انه احنا بين يعني بالمجتمعات الاسلاميه ومجتمعاتنا العربيه لازم يكون في ادب الاختلاف، مثلا هذا مثلا الحنبلي هذا الشافعي، بالاختلافات الفقهيه الاختلافات الفكريه. شوي شوي صار يقول لك الوسطيه في الاسلام، يعني من بعد ما كانوا يقولوا انهم كفار صار يقول عندك ادب الاختلاف، صار يقول الوسطيه في الاسلام. لما عرفنا انه قضيه انه الوسطيه في الاسلام سووا عليها مثلا مؤتمرات كثيره اسمها سموها مثلا حوار الاديان اللي هي انترفيث دايالوج، انا حضرت كثير يعني هذه الندوات والمؤتمرات، ووجدت انه يعني ما فيش يعني نيه سليمه لكثير من الناس انه لما بيروحوا على هذه الندوات انهم يشرحوا موقف الاسلام، وانه احنا ناس مش عدائيين ولا عندنا يعني ارهاب في مجتمعاتنا، بالعكس انه احنا يعني بنحب كل الناس، وانه علاقتنا يعني الانسانيه مع كل المجتمعات جايه من وحي القران الكريم ومن السنه النبيه الشريفه. لكن هذول الناس مثلا او في كثير من الندوات هذه حقيقه تبعت حوار الاديان كانت مثلا يعني بس انه الناس تروح على اساس نقولوا اه والله في شيء اسمه الديانات الابراهيميه والديانات السماويه، وانه احنا فيش فرق بيننا وبينكم. طبعا وشويه شويه
يمكن بالمستقبل يجي يقولوا لك يلا شباب كل واحد على بيته، ما فيش إشي اسمه إسلام. عشان هيك يعني بتلاقي إنه هذا الناس اللي بهذا المنطق وبهذا التصور عن الإسلام عمالهم بيعمقوا قضية الإسلاموفوبيا بين الناس على أساس إنه إحنا ما خصناش فيهم، إحنا بدناش نتعامل معاهم وإنه هدول كفار، لكن بتلاقي إنه يعني كل حياتهم يعني مبنية على التعامل مع اللي هم بيسموهم كفار، سواء سياراتهم أو مثلا خلوياتهم، موبايلاتهم، اللابتوب تبعهم، كل التكنولوجيا، الأدوية كلياتها جاية من هناك. لكن لما بتيجي على قضية إنه يا جماعة إنه هذول ناس يعني بشر زينا زيهم، لازم يكون في بيننا وبينهم تعامل، على طول بيجي بيقلب وبيقول لك إنه هذول كفار. طبعا يعني هذا النوع من التعصب ضد هذه المجتمعات عماله بيصير حمل ثقيل جدا على أبنائنا. هذه قضية لازم إحنا يعني نوعالها ولازم نفكر فيها تمام، لأنه لما إحنا بنقعد مع أبنائنا، وأنا هذا سمعته كتير يعني من الشباب اللي في مجتمعاتنا، بيقول لك مثلا انه والله في ناس مثلا بتسب عليهم وبعدين هي بتستخدم كل حاجه في حياتها من هذه الناس، بيقعد بيقول لك انه هذول كفار وانه مش لازم نتعامل معاهم، لكن بتلاقي انه مثلا كل حياته اليوميه مبنيه مثلا من السلع وخدمات عمال بيجيبوها من هناك. فهم بيصيروا يفكروا انه ابائهم وامهاتهم والناس اللي بالمجتمع زي يعني في عندهم يعني طريقتين بالحياه، او مثلا عندهم وجهين بالحياه، من ناحية بقول لك هدول كفار ومن ناحية مش قادر يستغني عنهم. فعلشان هيك يا جماعة احنا لازم ننتبه لقضية الإسلاموفوبيا. بالمستقبل ان شاء الله راح اتكلم عنها بحلقات يعني اتعمق فيها اكثر، لكن هذه الحلقة حلقة سريعة عن قضية الإسلاموفوبيا. بدي اوصل فكرة للناس انه ما فيش حدا يا جماعة بمجتمعات العالم بيكرهنا، في ناس قليلين جدا متأثرين بالإعلام، هم اللي بيفكروا إنه إحنا إرهابيين، لكن هدول الناس مش لازم نخليهم يأثروا علينا ويأثروا على تعاملنا مع الناس التانيين. ما فيش حدا بيكرهنا، ويعني معظم الناس أو كل مجتمعات العالم ما عندها مشكلة إنها تتعامل معنا وإنه إحنا يعني نتعامل معاها ونروح نزورهم ويجي يزورونا، لكن طبعا لازم يكون كليات وهذه تحت يعني تحت الهوية الإسلامية، إنه إحنا نفهمهم إيش إسلامنا وإنه أنتوا يعني لكم دينكم ولا دين. وبهذه الطريقة إن شاء الله بنقدر إنه إحنا يعني هذا حل من الحلول، إنه إحنا نقدر نخلص من قضية الإسلاموفوبيا وندافع عن أنفسنا من قضية الإسلاموفوبيا. وإنه قضية مهمة كتير كمان لازم إنه إحنا نتعامل مع هذه الناس بالمراكز العلمية وبالمراكز البحوث وفي الجامعات، الناس اللي عمالها تدافع عن الإسلام وعمالها بتقول إنه يا جماعة الإسلام دين رحمة ودين تسامح ودين يعني ما فيش فيه إرهاب. هذه الناس بالمجتمعات الغربية سواء بالجامعات أو مثلا كتاب أو مثلا يعني ناس يعني اجتماعيين بالمجتمع، لازم إحنا نروح نتعرف عليهم نتعامل معهم ويعني نشرح لهم أكثر عن الإسلام. واللي عنده جار مثلا غير مسلم في المجتمعات الغربية، اللي عنده جار مثلا غير مسلم كمان لازم لما بيشوفه بيتكلم معاه يكون مثلا يشرح له شوي عن الإسلام ويتكلم معه عن الإسلام. أنا هيك كنت أسوي. وأهم شيء يعني بالناس اللي يعني الإخوة اللي ساكنين بالمجتمعات الغربية اللي هي القدوة الحسنة، يعني نفرجيهم إنه كيف إحنا تعاملنا جيد وتعاملنا ما فيش فيه إرهاب، وكيف إحنا نتعامل مع أولادنا ومع زوجاتنا، وكيف إحنا نتعامل مع أبائنا، وكيف نتعامل مع المجتمع، وكيف إحنا يعني بنحب نساعد الناس. بهذه الطريقة إحنا ممكن إنه إحنا نخلص من قضية الإسلاموفوبيا. أما إنه إحنا نضلنا يعني متقوقعين على نفسنا وإنه إحنا نضلنا نسب عليهم، ولما يصير في عندهم مثلا حاجة لا سمح الله مثلا حرائق غابات أو زلازل أو براكين، يصير نكتب بالوسائل التواصل الاجتماعي منيح الله لا يردهم الله لا يقيمهم، وإحنا مبسوطين على إنه يصير في عندهم هيك، طبعا هذا غلط كبير. وهذه القضية اللي بيركز عليها الإعلام وبيقول تفرجوا على المسلمين وتفرجوا على العرب، هيهم مبسوطين انه صار عندكم حرائق، وهيهم مبسوطين انه صار في عندكم مثلا
مشاكل اجتماعية أو مثلا أوبئة أو براكين أو إلى ما يعني من هذه القضايا. فعشان هيك إحنا لازم ننتبه كتير يا جماعة، إحنا وعمالنا نتصرف وإحنا عمالنا نتكلم في المجتمعات. وهذه الفكرة بس اللي أنا حبيت يعني أتكلم فيها وأوضح هذه الفكرة، لعل إن شاء الله إنه يعني الناس تستفيد من هذا الكلام، واللي عنده يعني تعليقات وعنده آراء وخبرات ممكن كمان يفيدنا فيها ويكتب لنا إياها في أسفل الحلقة. ومثل ما بقول دائما إن أنا قضيت وقت ممتع جدا في تسجيل هذه الحلقة، وإن شاء الله يا رب تكونوا أنتم كمان قضيتوا وقت ممتع في مشاهدتكم هذه الحلقة والحلقات السابقة. وإذا أعجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس واتركوا لي تعليقاتكم الأسفل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.